خلونا نبدأ حلقتنا بأهم الترندات. في ترند الأهلي الليلة مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة الدحيل. كمان في ترند الأهلي ماريوس كوبار حكماً للقاء. وأخيراً الأهلي يخوض المباراة بزيه البديل. اهلا بحضراتكم من جديد. استعراض مباريات اليوم النهارده في 4 مباريات في الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراه مصر المقصه امام الاتحاد السكندري، والمقصه خسر على ارضه ب4 أهداف مقابل لا شيء. الاتحاد السكندري عمل مباراه كبيره وفاز 4-0. في هذه اللحظات في مباراتين، انبي مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وكلا المباراتين حتى هذه اللحظه التعادل السلبي بين كل فريق. الإسماعيلي وسموحة الساعة 7:30 في ختام مباريات اليوم في الدوري المصري. في مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في 5 لقاءات، بيرني هيلعب مع مانشستر سيتي الساعة 8، فولهام هيلعب أيضا في نفس التوقيت مع ليستر سيتي، والساعة 9:30 ليدز يونايتد مع إيفرتون. الساعة 10:15 أيضا في مباراتين، أستون فيلا مع ويست هام يونايتد، وليفربول هيلعب مع برايتون. مباريات كأس ملك أسبانيا النهاردة في مباراتين، الساعة 8 ليفنت هيلعب مع فياريال، والساعة 10 غرناطة هيلعب مع برشلونة. آخر مباراة النهاردة معانا مباراة كأس إيطاليا الساعة 10:45، نابولي هيلعب مع أتلانتا في ختام مباراة كأس إيطاليا. نتمنى مشاهدة للجميع إن شاء الله، وتكون مباراة بالطبع على أعلى مستوى، لكن طبعا بكرة هو الحدث الأبرز مباراة الدحيل والأهلي.